الخميس فرحان خنجر على قائمة الأوفاك. أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الأول لعام 2019 خميس الخنجر على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، وبتهمة جاء نصها: تم إدراج الخنجر لتقديمه المساعدة المادية أو الدعم المالي أو التكنولوجي للفساد أو تزويده بالبضائع أو الدعم، بما في ذلك اختلاس أملاك الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية، والفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة. وحدثت معلوماته على وثيقة العقوبة بتاريخ 8 من الشهر 6 لعام 2024، حيث أشار التحديث إلى أن الخنجر يستخدم أسماء مستعارة ومختلفة لتمرير صفقاته، مثل خميس الخنجر، خميس علي العيساوي، خميس فرحان العيساوي، الخميس فرحان علي، كما أنه يستخدم مواليد مختلفة أيضا وهي 1965 و 1968. وتضمنت الوثيقة أيضا رقم جوازه وتاريخ نفاذه. وتشير وثائق وزارة الخزانة الأمريكية أن مهامها هي لقطع خطوط الدعم المالي للمطلوبين وحظر التعامل معهم. لا وجود لشيء اسمه الجيش العراقي، وانتصر فيه الثوار. اليوم الثوار صدوا هجوم